سواء كنت من سكان زلامسي كابرون أو أقليم تيرول ما تقدر تطوف زيارة بحيرة هنترسي، واحدة من أجمل بحيرات النمسا. طبعا الطريق إلى البحيرة بحد ذاته متعة، سواء بالسيارة أو المشي إلى حد ما توصل البحيرة. هم شاري بحيرة هنترسي واحدة من البحيرات الجميلة للاستجمام، لونها جدا عجيب، تكونت بسبب تساقط الثلوج في فترة شتاء تكون متجمدة تماما. مشاري وش رايك في البحيره؟ حلو. ابا ها تحدينا نقول لين هنا. انت كله تحدي، التحدي عندك بتطيح. لا ما اتحداك، انا خسران. ما شاء الله الانهار في كل مكان. انا سبق وجربت اني شربت من ماء هذه البحيره، صراحه لذيذ. خلنا نجرب مره ثانيه اليوم ان شاء الله. لازم اخذ ماي منها. يلا مشاري روح نط. مشاري عبي لنا ماي. يلا اشوف الطريق إلى البحيرة بحد ذاته متعة. لو نازل من بحيرة هنترسي راح يصادفك هذا المنظر الجميل والرائع. مشار ملزم اللي يصور معاهم. كل هذه المناظر في الطريق إلى بحيرة هنترسي. الحين ناخذ جولة بحيرة زلامسي الصغار مستانسين. مشاري كيف القارب؟ حلو. الله ما بعد لازم اسوق؟ ما يستوي تسوق ممنوع انت. طبعا الاسعار اللي 4 اشخاص 21 يورو لمدة نصف ساعة، يعطيك جولة قارب الكهربائي في بحيرة زلامسي. الشيخ مشاري يسوق وين يمشينا في بحيرة زلامسي. نستاهل اسم مشاري. طبعا هذا اقتراحات مشاري ان نطلع جولة في بحيرة زلامسي، جولة وداعية مثل ما يقولوا. الشيخ مشاري احنا وين مشاري؟ ناخذ قار وناخذ جوله شويه وبعدين نروح في النمسه. ايه جديده بعد. يلا روح لف شويه مشاري. ايه
مي. ايوه ليه؟ ايوه ازيد با زيد كانت جولة جميلة في بحيرة زلامسي. الحمد لله وقتنا توقيت جميل، أجواء ولا أروع. وهذه إطلالة بانورامية على زلامسي وبحيرة زلامسي.